معنا على الهاتف الدكتور زايد العمري المحلل السياسي. دكتور زايد أهلا وسهلا فيك، سعداء بهذا التداخل. يعني الحديث اليوم عن زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية تونس. دائما ما تسعى المملكة إلى جعل العرب أكثر توحدا، أكثر تقارب، أكثر ترابط، يعني لبناء غد أفضل، يعني حتى يسهم في تحقيق الآمال والتطلعات لجميع الشعوب العربية، وأيضا للحد من التدخل في شؤون تلك البلدان العربية. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك اليوم على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بادي ببدء أحييك وأحيي ضيوفك وأحيي متابعيك. المملكة العربية السعودية دولة تطلع بمهمتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية دون أن تحسب على نفسها جهد ما تقدمه لهذه الأمة. وخادم الحرمين الشريفين وخادم الحرمين الشريفين وقائد الأمتين العربية والإسلامية، فحينما يتجه إلى تونس أو إلى أي دولة في العالم تجد القادة وتجد السياسيين وتجد الإعلاميين على مستوى العالم يتابعون هذه الزيارة بدقة وعناية، لأن المملكة العربية تعطي بسخاء دون قيد أو شرط. مركز الملك سلمان لم يميز بين المسلم وغير المسلم، ولا الأبيض ولا الأسود ولا الصديق ولا العدو، مد يده إلى أي مكان تحتاج الإنسانية الإغاثة فيه. الملك سلمان أطال الله في عمره قائد استطاع أن يؤثر في العالم، في البيئة السياسية الاستراتيجية، في البيئة العسكرية الاستراتيجية، استطاع أن يقطع يد الإرهاب في اليمن، حيث حاولت إيران الوصول إلى اليمن وأن تحاول أن تكون خنجراً في خاصرة المملكة العربية السعودية. الملك سلمان استطاع أن ينقذ كثيراً من المشاكل في الأمة العربية، ينظر إلى المواطن العربي وإلى الأرض العربية، لا يهمه التجاذبات السياسية التي تحدث بين الحين والآخر بين بعض القادة. ملك الإنسانية تجده في كل مكان تحتاجه الإنسانية، فكيف بالأمة العربية؟ يذهب إلى تونس ويقدم الخير والنماء إلى تونس، هذه مقدمة لهذه الزيارة العملاقة. جميل جدا. دكتور هاني، يعني كثير من الملفات التي تتعلق بالسعودية وتونس، على يعني من أبرزها العمل على مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التنسيق الأمني المشترك كذلك بين الدولتين. المملكة العربية السعودية تملك أكبر قاعدة عن الإرهابيين في العالم. نعم. هل تعلم أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية؟ صحيح. وبلاغها يعني محدد عن طريق الكيبورد الذي تم تهريبه من اليمن، استطاعت أن تقدم يد العون والمعلومات لألمانيا، لبريطانيا، لفرنسا. المملكة العربية السعودية عانت من الإرهاب لكنها ازدادت قوة لمكافحة الإرهاب، لذلك وصلت إلى النضج في مكافحة الإرهاب، فيتكافح الإرهاب فكريا وعسكريا، ولذلك أنشأ التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب والذي يتشكل من أكثر من 30 دولة. المملكة العربية السعودية تحارب الإرهاب أينما كان، وتحاول وأصبحنا نفتخر ونتشرف أن المملكة العربية السعودية أصبحت تسبق الإرهابيين في المملكة، وأصبحت تضرب الإرهاب قبل أن يضرب الإرهاب أهدافه التي يختارها بعناية، خصوصا مع هذه المساحة الشاسعة والعملاقة على المملكة العربية السعودية. جميل. دكتور زايد العمري المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذا التدريب.